Hello, my brother. How are you? I hope you're fine. Today, as usual, we will continue to complete the sentences. It's okay? Are you ready? Let's get started. الجملة الأولى طبعاً هي الجملة اليوم متعلقة هي بالأكل بالطعام طبعاً بالأكل تمام يا شباب؟ الجملة الأولى مثلاً نقول I'm stuffed. I'm stuffed ومعناها أنا امتلأت. شو يعني امتلأت؟ يعني بالعامية أنا شبعت، أنا انبشمت، يعني ما عاد أستطيع الأكل. I'm stuffed، أنا امتلأت، أنا شبعت، أنا انبشمت. الجملة الثانية There's no room for any more. There's no room, no room, there's no room for any more, for any more, there's any more. Then there's no room for any room ومعناها هذه الجملة ما عاد أستطع الأكل، تمام؟ يعني ما عاد أقدر آكل، ما عاد أستطع الأكل، يعني أين أضعه؟ أين أضع الأكل؟ تمام يا شباب؟ طيب كيف نقدر نقول ما عاد أستطع مثلا آكل، أنا راح أنفجر؟ إذا أكلت لقمة ثانية، يعني إذا أكلت لقمة ثانية راح أنفجر، تمام؟ راح نقول I'll burst if I eat another mouthful، تمام؟ شو نقول؟ I'll كالعادة ال معناها هي اختصار لكلمة will، تمام يا شباب؟ I'll pressed if I eat another mouthful another mouthful تمام. I'll pressed if I eat another mouthful ومعناها إذا أكلت لقمة ثانية أو إذا أكلت زيادة راح أنفجر، تمام يا شباب؟ I'll pressed if I eat another mouthful ومعناها إذا أكلت لقمة ثانية راح أنفجر، تمام؟ طيب كيف بدي أقول يعني ما عاد أقدر أتحرك، لم أستطع التحرك بسبب الأكل؟ مثلا شو نقول؟ I can hardly move. I can hardly move. إذن I can hardly move ومعناها ما عاد أقدر أتحرك، يعني من كثر ما أكلت ما عاد أقدر أتحرك. I can hardly move. إذن الجملة الأولى I'm stuffed يعني أنا امتلأت، أنا انبشمت، تمام يا شباب؟ أنا شبعت يعني. الجملة الثانية There's no room for any more يعني شو هين؟ يعني ما عاد أقدر آكل، بمعنى وين أحط الأكل، تمام؟ I'll pressed if I eat another mouthful ومعناها إذا أكلت لقمة زيادة راح أنفجر، تمام؟ الجملة الأخيرة I can hardly move ومعناها لم أستطع التحرك، ما عاد أقدر أتحرك. ظلت جملة صغيرة هي I'm full. I'm full ومعنى تجي معنى أنا كمان ممتلئ، أنا شبعان. I'm full تمام. I'm full تمام يا شباب. It's okay my brother. طبعا هاي الجملة اللي مو واضحة، هذه الجملة إذا مو واضحة طبعا حاليا راح أنزلها بالوصف، تمام؟ تشوفوها بالوصف مع الترجمة، تمام يا شباب. It's okay. والسلام عليكم ورحمة الله. Have
analyze day.